صابر العقيلي من تونس، تشرفت بوجودي في المهرجان لثالث مرة. طموحاتي دائما اني نكون نتحسن من المستوى متاعي في الزخرفة، اني اطور من الاعمال متاعي، واكيد كل مرة نجي فيها للمهرجان نتعلم برشا حاجات بحكم اللي فما مشاركين من برشا دول، نتعلم منهم، ناخذ منهم برشا تجربة ونتعلم منهم برشا اشياء، وهذا يخليني مرة جاية لو كان مش نشارك الاعمال متاعي تكون افضل واحسن وارقى من المرة الاولى اللي شاركت فيها. اكيد اكيد اي فنان سواء في الزخرفة أو في المنمنمات يعتمد على قواعد موروثة يمكن الخروج عنها، ولكن يبقى دائما الفنان ملتزم ببعض القواعد في الألوان في الأشكال، فيقعد بهذا يقعد الموروث محافظ على هويته ولا يشوه. المواضيع الأساسية هي الاشتغال على العنصر الزخرفي وإبرازه في أحسن مظهر يليق به من حيث الألوان ومن حيث الشكل ومن حيث الإخراج. أكيد الفنانين اللي ينشطوا في هذا المجال الزخرفة أو الخط يرجعوا لهم في أشياء كما هذه، وخاصة إنهم مطلعين على التراث ومتمكنين منه جيدا، فيلجؤوا لهم لترميم المخطوطات أو لإضافة بعض اللمسات الفنية إلى بعض الكتب القديمة، فهذا يعني قديما موجود وحتى حديثا موجود. أكيد الزخرفة أو المنمنمات هي عنصر يعني ثقافي أكيد يجب يكون موجود للحفاظ على الهوية، ويعني كذلك نقله للأجيال القادمة.